بهاي محاضرتنا إن شاء الله راح نشرح الجزء الأول من الدايرتكس. راح نشرح بهاي المحاضرة النورمال فيزيولوجي شي يصير بالنفرون، وكذلك راح نعرف الثايزايت لايك دايرتكس، وراح نعرف اللوب دايرتكس. هسه مبدئيا كمقدمة، الدايرتكس شنو؟ نعرف شنو الدايرتكس. هو إن الدراج يسوي increase the volume urine excretion، أوكي، أو زيد excretion مالت اليورين. فبالتالي شنو راح يتخلص من هذا الفلويد سايد بالجسم؟ راح يخلص من حالات الأديمة، راح يخلص من حالات الهايبرتنشن. اوكي، بالنهاية كاتب لي شنو هو الناتروتيك وشنو هو الاكواريتيك. الناتروتيك هاي ايجنتس من الدايرتيكس، بس سبيسيفيك تستخدم انه تتخلصي او تسوي اكسكريشن للصوديوم. نعرف احنا الصوديوم فشي كلش مهم بحالات ثانية ما تي فلويد وما فلويد. ليش؟ لأنه لما أسوي ري أبسوربشن راح يصير ويا ري أبسوربشن للووتر، لأن الووتر يمشي ورا الصوديوم. أعتقد ما أخذي يعني هالمعلومة من زمان، أوكي. فلما أتخلص من الصوديوم راح أتخلص من أكيد الووتر. بس ظهر بحالات إنه عندي أنا صوديوم هواية أكثر من الووتر مثلاً، فممكن نستخدم الناتروتيك تخلص من الصوديوم سبيسيفيكلي. الأكواريتيك لا، بالعكس، بحالات مثلاً واحد عنده هايبوناتريميا، اوكي، صوديوم قليل، بس هو شنو يوفولميك او هايبر فوليميك، الفوليوم مال الووتر بجسمه عالي بس هو نفس الوقت هايبوناتريميا لاسباب مختلفه. فحتى اني اتخلص من هذا الفلويد اللي بجسمه لازم اعطي دايرتكس. يعني هذا دايرتكس شنو يعني؟ دايرتك عادي طلع لي وياه صوديوم همينه، هو عنده هايبو؟ لا، لازم استخدم اكواريتك. يعني بس يتخلص من الفري من صوت فري ووتر. هاي مثل شنو؟ مثل اكو واحد اسمه ارجينين فازوبريسين انهيبيترز او انتاغونست ريسبتور انتاغونست، هذني راح ما تخلي هذا الهرمون يشتغل، وبالتالي راح اسوي اكسكريشن للووتر همينه. تعالوا نشرح هسه النورمال فيزيولوجي ومكونات النفرون، حتى لما نعرف شي يصير بكل جزء من عنده راح نعرف راح نستخدم يا دواء او يا دايرتيك يؤدي الغرض المطلوب. اوكي، هسه هذا نفرون مكوناته شنو؟ ما متكون، متكون من كابيلاري، متكون من بوما كبسول، هاي متكون من بروكسيمال كابيلاري تيوبول، متكون من هذا اللوب اوف هيلي اللي بي ديسندينج لمب وبعدين اسندينج لمب، وبعدين اكو ديستو كومبليت تيوبيول، وبعدين اكو شنو الكولكتينج داكت. اوكي، هاي مكونات النفرون. كل جزء من عنده راح يصير اكو بي فد شيء خاص من امتصاص الكترولايت. يدخل الفلويد من هنا، يدخل هنا بالبومن كبسول، يعني يدخل البروكسيمال كومبليت تيوبيول. شو يصير بي؟ موستلي كل الفلويد اللي داخل بالبروكسيمال كومبليت تيوبيول يصير بي ريابسوربشن، ما يسوي سكريشن، بس الشيء كلش قليل. يعني حتى هو ما يسوي سكريشن، تقريبا كله يصير بيري ابسوربشن، اوكي، للفلويد. فحتى احنا سوينا ناخذ دايركتكس ما راح نلقى اكو يشتغلون على البروكسيمال كونفليتي تيوبيول، لان هو كلش قوي بالري ابسوربشن ما يسوي سكريشن. وين يستخدم؟ يستخدم اللوب اوف هيلي، يستخدم بالديستو كونفليتي تيوبيول، بالكولكتينج داكت هناك. اوكي، فشن ري ابسورب وات؟ ري ابسورب الصوديوم، ذن كل الكترولايت، البوتاسيوم، الكلورايد، المغنيسيوم، الكالسيوم، الامينو اسيد، جلوكوز، كلها يرجع يمتص يرجع للجسم. هذا سهم نازل يجي جوا، هذا معناته يرجع يمتصه. زين، يمتص احنا قلنا صوديوم، صوديوم من يجي ويا الووتر، 65% من الووتر هو راح يمتصه. زين، يسوي اكسكريشن لعد شنو؟ ها هنا لهاي المنطقه اللي هي بروكسيمال كونفليتد تيوبيول، خلينا نرجع لنزمه ايش بيها. بيها فد اس اورجانيك اسيد اند base secretory system. اوكي، الاسيد وين موجود؟ قال لي in the middle third of the proximal convoluted tubule. هاي المنطقه يصير بيها secretion of what of uric acid، يطلع من هاي المنطقه يطلع من الجسم. اوكي، بس هذا secretion ما تقول لي انها صفه مميزه. الى شنو هي الصفه المميزه؟ يكون saturable. يعني شنو؟ يعني لما انا انطي دواء او اي شيء دخل للجسم هو همنا اسيدك، اوكي، وهمنا يطلع بهاي المنطقه، راح يصير مثل الكومبيت بينه، او قصدي راح يصير اكو يتنافس هو واليورك اسيد على هذا الريسبتور. راح يطلع الايجنت، راح يطلع الدواء، بس اليورك اسيد راح يرجع للجسم، الجسم يرجع يمتصه.
اوكي فتذكرون اكو يعني اكو ادويه لها سايد افكت انه هي تطلع صحيح من الجسم بس تزيد امتصاص اليوريك اسيد. زين وهالشيء انه يعني مو زين يسبب هايبريوريسيميا وميبي يؤدي الى الجوت. اوكي فهي هاي صفه مالته انه هي تكون ساتشورابل. قال لي اكو مثال مثال عليها مثل بروبينيسيد. هذا الدواء شنو؟ هذا الدواء يستخدمون اهل الهايبريوريسيميا، يستخدمون اهل الجوتي. يطلع من هاي المنطقة ويتنافس يعني انترفير ويا البنسلين سيكريشن، يعني البنسلين ما اقدر انطيه ويا البروبينيسيد. اوكي لان هما ما راح يصير بيه اكسكريشن صحيح. واكو بعد منطقة الاخرى اللي هي احنا قلنا اورجانيك اسيد او الاورجانيك بيز. اورجانيك بيز قال لي مكانها بالابر اند ميدل سيجمنت اوف ذا بروكسيمال تيوبيول ريسبونسبل اوف سيكريشن اوف وات كرياتينين اند كولين. يعني هاي المنطقة يصير بها ريابسوربشن الكترولايت اللي هي بروكسيمال كومبليت تيوبيول، يصير بها سيكريشن اوف وات سيكريشن اوف اسيد اند بيز. اسيد من عندي يوريك اسيد، والادوية اللي راح اخذها هي تكون اسيدك مثلا اي ايجنت اسيد راح يطلع من المنطقه مال اورجانيك اسيد سكرتري سيستم، واي ايجنت هو يكون بيز راح يطلع من سكريشن اوف وات من راح يطلع لي من الاورجانيك بيز سكرتري سيستم. بروكسيمال كومبليتد تيوبيول موجوده وين؟ موجوده بالكورتكس اوف ذا كيدني، لانه هي نقدر نقول اعلى وحده بالليفلز، فهي موجوده بالكورتكس. كل ما راح ننزل ديبر كل ما حنزل ديبر راح ان نوصل للمدولة. زين descending loop of Hurley اذا هو راح اشوفها بالمدولة. تمام انا بالdescending loop ما راح احكي اول شيء، راح احكي الascending loop شي يصير به بعدين ارجع على descending loop، لانه يفهم اذا افتهمنا الفانكشن مال اخو اللي هو الascending loop اللي هو منه اللي هو هذا. دقيقة هذا زين شو يصير بالاسيندينج لوب؟ هنا الاسيندينج لوب عنده خلايا خاصه، هالخلايا مالته ما تسمح لا بمرور الماء داخلها ولا يطلع الماء من عندها، يعني لا عنده ريابسوربشن ولا عنده سكريشن للووتر. لا شو تسوي هي؟ بس تسوي ريابسوربشن. يعني شنو؟ يعني يطلع من عندها الالكترولايت، يطلع من عندها السوليوت، تروح للانترستيشن اللي هو هاي كل المحيط وهذا كله انترستيشن. زين فهي بس تسوي ريابسوربشن، بس تطلع الكترولايت، تطلع صوديوم، تطلع كلورايد، تطلع بوتاسيوم عن طريق شانلز خاصة. اوكي اللي هي الكو ترانسبورت هذني، وتطلع همينة مغنيسيوم وكالسيوم فد شي يسموه باراسيلولار باثوي. هسه وشنو هذا الباراسيلولار باثوي؟ احنا قلنا تطلع من عندها ذني الكترولايت الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم. زين البوتاسيوم نعرفه يحب يبقى داخل الخلية، فأكو بعض من خلايا البوتاسيوم تحب ترجع داخل الخلية، فزيد البوزيتيفيتي مالتها بسبب إيه؟ لأن هي لو يعني اختلاف بالجريدينت ما بين الداخل والخارج، فيرجع البوتاسيوم، هو البوتاسيوم أصلا يحب يبقى داخل الخلية فيرجع يدخل إلها، فحسوي الوجه هذا دخول مال البوتاسيوم شو راح يخليه؟ راح يطرد الكالسيوم اللي هو موجب الثوي، يطرد المغنيسيوم حيطلعهن برا. فدخول عادة امتصاص او شنو بدنا احنا نسميه يرجع يدخل، لما يرجع يدخل البوتاسيوم داخل التيوبيول راح يطلع وياه منه، يطلع وياه الكالسيوم ويطلع وياه المغنيسيوم، فهذا هو اللي اسمه باراسيلولار باثوي. اوكي ما اعتقد والله يعني احنا مطلوب نعرف الباراسيلولار باثوي شنو، وهذا يدخل وهذا يطلع، هي بس يعني حتى نفتهم انه شنو ذني الحركة مالتي شلون تصير. اوكي هاي المنطقة هسه قلنا انه هي بس بيها او بس بيها الكترولايت، بس طلع الكترولايت. زين لما طلعت لي هذني كل الكترولايت وراحت برا بالانترستيشيوم شو راح يصير؟ هناك راح تزداد الاوزمولاريتي مالته، حيكون كل هايبر اوزمولار فلويد كلش اوزمولاريتي مالته عالية لانه كل السوليوس طلعت، فهاي المنطقة راح تزداد من 700 مالتها الى توصل 1200. هاي المنطقة هسه كلش صولتي. اوكي هنا يجي دور منو؟ هنا يجي دور الديسيندينج لوب. هذا الديسيندينج لوب شنو؟ هذا عكس الاسيندينج لوب، انه ما بيمتصاص الكترولايت من شنو، يشتغل بس على الووتر. طبعا باي ذا واي ذا نيتشر الكترولايت كلها اكتيف ترانسبورت، كلها شانلز تحتاج اي تي بي،
هنا بالديسندنج لوب ما يحتاج اي تي بي، هو الووتر يتحرك بيه باسيفلي، فالووتر داخل هاي التيوبيول ده يمشي بامان الله، يجي يشوف المنطقه اللي دخلها اللي هي هاي، يجي يشوفها هايبر سمولر انترستيشن بهواي سوليوت بهواي سولت، فيقول ها يلا خل اطلع، راح يطلع الووتر منه، فهو باسيف ترانسبورت للووتر، يعني انه طلع من منطقه ال راح المنطقه اللي تكون هايبر سمولر، المنطقه بها ملح اكثر، فالفلويد هسه بداخل الفلويد بداخل الديسندنج لمب راح يكون فلويد بداخل الديسندنج لمب، هذا فلويد هنا راح يكون بي صوت هواية لأنه ملح طلع من عنده هواية، لما يوصل هنا ويرجع يصعد راح يقل ويطلع من عنده ذني السوليوتس، راح يقل الصوت بداخله، راح يكون يعني أسمولارتي مالته قليلة، فهي شنو أنا أقولكم، هي شوية دوخة، هي مثل دائرة مثل سيركل، يعني أنا شرحت أول شيء الأسندنج حتى أفهمكم إنه شلون صار هذا انترستيشن أسمولارتي مالته عالية، وحتى أفهمكم شلون الووتر طلع passively من descending وراح للانترستيشن بسبب الأوزمولاريتي العالية، فهسه الفلويد اللي بداخل descending هذا الفلويد هنا اللي بدا هنا قصدي اللي بداخل descending شو راح يكون؟ راح يكون مات السولت هواية لأنه الووتر طلع من عنده، لما إجا كمان سيركل مات صعد فوق وصل للأسندنج للثيك بارت راح يطلع هاي الصوت الهواية عنده وراح يقل مات الأوزمولاريتي وراح يكون تقريبا يعني إما يصعد فوق يرجع 500 ويرجع 300 أوكي. وها بعد شغلة إنه هنا بالديسندينج مين راح يشتغل عليه، يعني الأوزموتيك دايرتكس راح تلعب دور بالديسندينج بارت زين، والأسندينج بارت مين راح يشتغل عليه، الأسندينج بارت اللوب دايرتكس راح تشتغل عليه. وصلنا هسه للديستال كونفوليوتد تيوبيول، هاي الخلايا مال ديستال كونفوليوتد تيوبيول هم انها هي امبيربابل للووتر اوكي، يعني ما تسوي ابسوربشن للووتر، عندها للالكترولايت بس اللي هو منو اللي هي عندها في الترانسبورتر صوديوم كلورايد ترجع تمتص الملح اللي هو صوديوم كلورايد اوكي، والدايركت هنا يشتغل هو الثايزايد مثل ما راح اشوفه بعد شويه. هنا اكو شيء مميز بالديستال كونفوليوتد تيوبيول، اكو بيها مناطق تهم نسوي ابسوربشن للكالسيوم بس مو نفس الطريقه اللي كان يصير بيها باللوب اوف هيدلي، لا هنا شنو تعتمد على هرمون اللي هو الباراثايرويد هرمون اوكي، تعتمد اكو طريقه تعتمد على الباراثايرويد هرمون وتعتمد كذلك على فد اكسشينجر اللي هو الصوديوم كالسيوم اكسشينجر، يعني تسوي لي اكسكريشن للصوديوم وترجع لي ابزوربشن للكالسيوم اوكي، بحالة الكالسيوم لي ابزوربشن ما تختلف، فهاي المنطقة اللي خلنا نرجع هنا اللي هي هاي الديستيكوفليتي تيوبيول شبيها بيها عدها لسوي اكسكري يعني ابزوربشن للصوديوم للكلورايد، اشتغل عليها الباراثايرويد هرمون وعدها اكسشينجر للكالسيوم صوديوم كالسيوم، همينه بها شيء مميز اللي هو يشتغل هنا هرمون الالدستيرون، هرمون الالدستيرون اللي كان يسوي لي ري ابسوربشن للصوديوم للووتر ويطلع اكسكريشن اوف وات اوف بوتاسيوم فيسوي هايبوكاليميا اوكي، فلذلك اكو نوع من انواع الدايرتكس اللي كان يسموها بوتاسيوم سبيرنج دايرتكس كان يشتغل هنا بهاي المنطقه بحيث انه شنو ما تخلي يصير اكو لوزنج بالبوتاسيوم فتقلل الهايبوكاليميا اللي صاير، فديسكوفليت تيوبيول بشغلات بي انه جزء يشتغل عليه هرمون بجزء تشتغل عليه التشانلز او الاكسشينجر اكو اللي هو الصوديوم كالسيوم اكسشينجر واكو تشانل اللي هي صوديوم كلورايد اوكي. اخر شيء عندنا الكولكتينج تيوبيول اند داكت، الكولكتينج داكت بصورة عامة أهم شيء هو مكتوب هنا بالمزمة بس يشتغل عليها منه هو الأنتي دايرتيك هرمون، أنتي دايرتيك هرمون هنا يشتغل على الكولكتينج داكت وشي يسوي ويمنع أنه يصير لوزنج للووتر فيصير ري أبزوربشن أوف اتش تو او يرجع امتصاصه، قايل هنا بالكولكتينج داكت بها خلايا يسموها برانسيبل سيلز وأكو انتركليتد سيلز، انتجريتد سيلز تسوي لي اكو فد يعني افكت على
الأسيد والبيز على الأتش سكريشن. هاي السيلز قال لي إنه يعني هو مو قال لي هنا أنا بس يعني هاي السيلز إنه إذا كان أكو هاي بي إتش، يعني هاي بي إتش معناتها يعني وضع قاعدي، فهي إيش راح تسوي؟ راح تسوي لي إكسكريشن للإتش سي أو ثري حتى تسوي لو بي إتش. إذا كان لو بي إتش معناتها هذا أسيدوسس حامضي، فإيش راح تسوي؟ تسوي إكسكريشن للإتش أيون حتى تسوي يعني معادلة للبي إتش مالتي. زين، وهم أنا شنو بيها؟ هم أنا بيها أكوفد شانلز اللي هي سوري أبزورشن تعتمد على الصوديوم والبوتاسيوم أي تي بيز، يعني معناتها تعتمد على أو الأكتيف ترانسبورت إنتو ذا بلايز. هسا أكو كلوروثايازايد، هو أول نوع أو أول شكل من الثايازايد، وكان أورالي أكتيف، ويعني هو كان أكتيف وكان أفكتيف إنه يتخلص من السيفير أديمة بحالة مثلا الناس عندهم هيباتيك سيروسز أو عندهم هارت فيلير. أوكي، فسووا أكو أنواع أخرى اللي هو هيدروكلوروثايزايد والكلوروثاليدون، وهسه هن ذني نستعمله بعد الظاهر ما يستخدم الكلوروثايزايد، كان يستخدم هذول الاثنين. الكلوروثاليدون قالي هو مو ترولي ثايزايد، لا قام يسموها ثايزايد لايك دايوريتكس. الهيدروكلوروثايزايد هو مور بوتنت ويحتاج الدوز يعني أقل من الكلوروثايزايد نفسه وطلع لي القوة نفسها. أوكي، الميكانيزم اوف اكشن هنا ذني الثايزايد على شنو تشتغل؟ الثايزايد تشتغل على وحتى الثايزايد لايك دايوريتكس يشتغلون على اسيندينج لوب اوف هنلي ويشتغلون على بتستيك كونفولوتد تيوبيول. يشتغلون هناك شو يسوون؟ يقللون الصوديوم ابسوربشن، يعني يقللون الكو ترانسبورتر مال صوديوم الكلورايد، بالتالي يقلل الملح. طبعا هو الملح قلنا احنا ما له علاقه هناك بالديستيك كونفولوتد تيوبيول، بس مهم تقللي الري ابسوربشن او انهبيشن للكو ترانسبورتر، الكو ترانسبورتر للصوديوم الكلورايد ان ذا لومينال ميمبرين اوف ذا تيوبيول. اوكي، فراح تقل هذني اعراض القديمه. وقال لي بيكوز انه ذا سايت اوف اكشن اوف ثايزايد وين موجود؟ هو باللومينال ميمبرين، فهايلي دراج با اللومينال ميمبرين. شنو هو يعني؟ هو هذا بس. اوكي واو، شلون لومن هذا؟ المهم تشتغل هنا، فحتى انه هاي ثايزايد تشتغل بشكل صاحق لازم تيجي تدخل اللومن. زين، اذا كانت اكفد مشكله بالكدني decrease the renal function، عندها failure، عندها شو شنو، بحيث كده ما جت تشتغل، ما جت تفتح ريسبتورات وتطبو بثايزايد، فشون راح تشتغل هاي ثايزايد؟ هي لازم تدخل اللومن تشتغل. فإذا كان أكو مشكلة بالكدني ويعني ما تقدر تدخل اللومن ما راح تشتغل، كأنما تكوش كوشي مطيت. فلهذا يقولون إنه تشتغل إذا كان جرام فلتريشن ريت، قريت أني إنه من 30-40%، يعني إذا جرومال فلتريشن 10% بس إنه واصل هاي الحد من الرينال فيلير بعد ما تشتغل ما تفيد الثايزات، لازم أحول على فالدايوريتكس نوعية أقوى اللي هي اللوب دايوريتكس. أوكي، فهي حط ببالنا إنه إذا كان أكو مشكلة بالرينال فانكشن ما راح تشتغل الدايوريتكس. زين، the efficacy of these agents may be diminished with لما نستخدم أي هنا لما نستخدم نالستيرويد أنتيفلاماتوري دراجز، لما هاي الدروكس حتأثر على الكيدني، وهاي الدروكس راح تسوي inhibition production للبروستاغلاندين، فبالتالي تقلل رينال بلاد فلو، قلنا هي شغلها على اللومن يعني، ولا تقلل رينال بلاد فلو هي شلون راح تنتقل هاي الثايزات للرينال غير عن طريق البلاد فلو مالتها؟ فإذا استخدمت اني نونستيرويد انتي انفلاماتوري دروكس ما راح تشتغل بشكل صح. اوكي زين، هسه الاكشن مالتها شنو؟ احنا عرفنا هسه وين تشتغل على الاسندينج وتشتغل على الديسكونفولوت تيوبيول. فايش راح اسوي؟ انكريز الاكسكريشن اوف صوديوم كلورايد. اوكي، فايش راح اسوي؟ هذا الفلويد راح يصير هايبر اوزمولر. فقال لي هاي الدايريتك انه هي تعتبر من انه يونيك، فشي يونيك الها انه سبب لي هايبر اوزمولر. اوكي، هايبر اوزمولر يورين. زين، ها ما شاء الله. وقال لي اساس انه هي ما تاثر على الاسيد والبيز، هنا ما لها علاقه، وحتى يعني الدايريتك اكشن از نوت افكت اسيد بيز، وحتى الهيدرو كلوروثايزايد داز نوت تشينج ذا ستاتس مال اسيد بيز. فس اول شيء انكريز اكسكريشن اوف صوديوم اند كلورايد.
لوز اوف بوتاسيوم، بوتاسيوم مسكين. كل دايرتك راح نستخدمه راح يطلع بوتاسيوم، همينه بوتاسيوم مسكين ما كفخر كل الدايرتكس ما عدا بوتاسيوم سبيريك دايركس، بس هاي شفعت له وخلته يدخل يعني الجسم يرجع يسوي ريابسوربشن. فس لوز اوف بوتاسيوم لان قال انه يزيد سكريشن اوف صوديوم، فهذا همينه راح يطلع وياه يسوي اكسشينج فور صوديوم، فيزداد اللوز مالتها. ولازم اني دائما اسوي تحاليل حتى اشوف مستوى البوتاسيوم ايش قد، واذا هاي اعطيه سبلمنت. زين لوز اوف مغنيسيوم ما يدرون ليش انا لوز اوف مغنيسيوم، قال الميكانيزم مالته not understood، فايضا طول لازم سبلمنت. زين اول شيء شوي هنا يعني شوي غريب انه ديكريز يورينري كالسيوم اكسكريشن، يعني الثايزايد انطيها لما انطيها راح يزيد امتصاص الكالسيوم. فبيا حالات انطيها هيك، اطيب حالات اكو هايبر كالسيوريا، يعني باليورين بهواي كالسيوم، فحتى هذا الكالسيوم لا يبقى بالكني هواي ويسوي لي ستونز ممكن. فشنطي انطي ادويه تعيد امتصاصه وترجع الجسم نفس الوقت، يعني حتى هذا الكالسيوم منين طلع؟ طلع من الاسنان، طلع من العظام، فحتى يروح يسوي اوستيوبروسيس ان شاء الله. اوكي فالمهم يستخدموها لما يردون يرجعون امتصاص الكالسيوم. ف ايوه ايش كاتبين هنا؟ ديس باراثايد هرمون ريجوليتوري ابسوربشن، هذا قال لي يعاكس ما هو عليه بحالة اللوب دايركس. اللوب دايركس هي اقوى انواع الدايركس، وراح ناخذها اقوى انواع الدايركس. كل شيء تطلع لين تشتغل على اللوبوف اللي هناك، كل شيء اللي يصير بي ري ابسوربشن، فهي كل هاي ري ابسوربشن توقفه، فهذا معاكس ما هو عليه باللوب دايركس. فزين بعد شو يسوي لي؟ يريديوس البريفرال فاسكولار ريزيستنت. هنا انا هم قريت انه هي شو تسوي لي، تشغل لي البروستاغلاندين اي 2، لما اشتغل البروستاغلاندين اي 2 يسوي لي الفازو دايليشن. اوكي هو قال انه هو از انان، ف انه ما ادري يعني هسه شنو هو انان، لو عرفوه لو ما عرفوه. المهم ثيرابيوتيك يوزز اول شيء بالهايبرتنشن يستخدمون الثايزايد، وقال لي ليش تستعملوها؟ لانه هي inexpensive conveniently administered well tolerated. بس اكيد يعني احنا نحط ببالنا كهايبرتنشن وكذا دي امراض اللي يعني ما يقدر في النوع واحد من الدراجز انه يسيطر عليها، فاني انطي ثايزايد انطيها غير انواع من الدايوريتكس، ها بس نقطة نحطها ببالنا. اوكي وين نستخدمها؟ اي نوع من اكو اللي نستخدمه بس بحالات الاسينشال اللي هو المايلد والمودريت، اللي يجون الامرجنسي والهار احط لهم لوب دايركس، ما تفيد الثايزايدز، فاستخدمها بحالات المايلد مودريت اسينشال هايبرتنشن. اوكي زين وقال لي يقدر يبقى علي غير هو يستخدم ثايزايد الون، بس قال لي انه غالبا انه ما يستخدم بس نوع واحد من الدراجز. ثاني واحد اللي هو الهارت فيلير، هارت فيلير منو احسن شي بي؟ لوب دايركس اقوى نوع اللي هو اللوب دايركس، ما يفيد الثايزايد، بس ممكن انطي وياهم ثايزايد همين يعطي لي فد اديشنال دايرسيس افكت. اوكي اذا صار اكو كومبينيشن بين اللوب دايركس وبين الثايزايد، فلازم اني انطي الثايزايد قبل نص ساعه مما اني انطي اللوب دايركس. ليش؟ حتى انه يشتغلوا بنفس الوقت، اللوب دايركس كلش سريعه بالشغل، يمكن من تاخذ وتبدي تشتغل، بينما الثايزايد لا يطول. فيعني تخيلوا انه اني هسه اول شيء انطيه فد لوب دايركس، راح البيشنت الحمام كل ساعه يسوي يورينيشن ذا ان شاء الله تهاي، وبعدين ورا فتره انا راح انطيه الثايزايد ورا نص ساعه تشتغل، هم راح يروح يعني حتى البيشنت راح يذوج. زين فاعطيهم حتى يحصلوا الماكسيمم افكت مع كل واحد، طيب نفس الوقت يعني حاول انه اراوس بين الاوقات انه ساعطيه قبل نص ساعه حتى يوصل ويا اللوب دايركس، وحتى يعني بيشت انه ما يضوج معدهم. اوكي زين بحاله الهايبر كالسيوريا شرحناها قبل شوي، قلنا انه هو قال هنا انه اكو ايديوباثيك هايبر كالسيوريا، حتى انه احمي من تكوين الستونز انطيه يسوي ري ابزوربشن يرجع يمتص الكالسيوم. زين بحاله الدايابيتس انسيبيدس، هذول الناس دايابيتس انسيبيدس عندها شغلتين، اكو واحد نفروجينيك واحد سنترال يسموه، يمكن
النفروجينيك اكو السنترال، ما اكو اي دي اتش ميسون اي دي اتش انتي دايرتك هرمون، بينما النفروجينيك اكو بس ما يشتغل على ريسبتورز. فهنا يستخدموا بحالة التريتمنت اوف نفروجينيك دايابيتس انسيبيتس. شو يصير؟ هما هذول الناس المصابين بهذا النوع من الدايابيتس يكون عندهم اليورين هايبو اوزمولار، يورين بي فلويد هوايه، اوزمولارتي مالته قليله، ف يعني وفريكوينت مالتهم يعني انه يسوون يورينيشن وشي شيء. فنعطيهم ثايزايد. ثايزايد كان شو يسوي؟ كان يزيد اوزمولارتي، مو قلنا قبل شوي انه كان يزيد اوزمولارتي لانه جاي يرجع يعني يطلع انه صوديوم، يطلع كلورايد، فيزيد اوزمولارتي مالت الفلويد. فشوفوا شوفوا انه مالتهم الفوليوم مالت اليور مالتهم ينزل من 11 الى 3 لتر بير داي. شوف شقد يعني 11 لتر بير داي يورينيشن، يعني فشي فظيع. فينزل الى 3 واذا سوي يعني تريتمنت ويا ثايزايد. اوكي، قال لي اكو ريزيستنت ادي ما ايضا استخدمه، بس استخدم وياه اللوب دايتكس. بريفنشن اوف ستونز حكيناها مال ابو الهايبركلاسيوريا. فارماكوكاينيتكس، هنا الثايزايد اذا نطيها اورالي، والثايزايد مالتها الكورس من اسبوع الى 3 اسابيع، وعندها prolonged half life، والاكسكريشن مالتها يصير عن طريق الاورجانيك اسيد سكريتوري سيستم. هذا السيستم تذكرون حكينا كان هو موجود بالبروكسيمال كونفيوتد تيوبيول، وقلنا هناك المفروض يصير يورك اسيد سكريشن، معناته راح يتعرض وياها فاحتمال يسوي لي هايبر يوريسيميا. اوكي، هسه نجي على الادفيرس افكت. الادفيرس افكت يسوي اول شيء نقصان بالبوتاسيوم، نقصان بالبوتاسيوم قلنا على اساس الميكانيزم يشتغل عليها الثايزايد، يسوي نقصان بالبوتاسيوم. همينة الناس اللي تاخذون او ياخذونهم اولريدي دايجوكسي حتى يعالجون الفنتريكولار اريثميا، همينة يصير عند احتمال كبير انه اخذ الثايزايد يساعدهم نقصان بالبوتاسيوم، لانه هذا الدواء اللي هو دايجوكسين هو يسوي شورتنينج يعني بال اكشن بوتنشال. هو الدواء هذا يشتغل على، ما يشتغل على الهارت، يشتغل على الاكشن، يشتغل على الكونتراكشن، فيسوي شورتنينج بديوريشن مع اكشن بوتنشال، حتى شنو؟ حتى انه الضربه تكون قويه وتجي وراها ضربه قويه، تجي وراها ضربه قويه. فهذا الريستنج ممبرين بوتنشال، هذا وقت تاخذ بيرس راح يقل. هو الرسم يسوي الرس، يسوي البوتاسيوم، فايضا يساعد ذول الناس اللي هم ياخذون هذا الدواء دايجوكسين يتعرضون ل البوتاسيوم ديبليشن. فهذولا شنو علاجهم؟ علاجهم ياخذون سبلمنت، يا اما يعني من الفروت او ياخذوها يعني سبلمنت هي كدواء يعني بحاس يعني كيسات معينه. زين، يسوي هايبونيتريميا، اكيد هو الميكانيزم اوف اكشن مالته انه دا يتخلص من الصوديوم الموجود. زين، وحتى انت يعني تعالج الهايبونيتريميا هاي شو تسوي؟ قال لي تقلل الووتر انتيك بنفس الوقت حتى تقلل الدايركت دوز، تمنع الهايبونيتريميا. هنا انا اكفت فكره انه هي صح تطلع صوديوم يعني من الجسم، هاي النوع من الادويه كنا يشتغل انه عاد السكوفيوتيد تيوبيول. زين، لما طلع صوديوم من الجسم وطلع ويا فلويد اي دي اتش همين يشتغل بسبب الهايبوفوليميا، صار يعني طلع فلويد من الجسم اي دي اتش راح يتحس ادي دايتك هرمون، فيزيد الووتر ريتينشن. لما زاد الووتر ريتينشن دي يزيد نقصان الصوديوم، يعني هو الصوديوم اصلا قليل، ملح اصلا قليل دي يطلع، وانت جاي مثل فد عندك فد شلون يعني نقول حاط ملح بالجلاس قليل وتزيد ماي شوي شوي، الملح كلش راح يتخفف، يعني هاي نفس الفكره. فدي يزيد الهايبونيتريميا، فانت حتى تعالجها هم انت حتى ما تضطر تزيد الدوز مالت الثايزايد، شو راح تسوي؟ راح تقلل الووتر انتيك وتقلل الدايركت دوز، وحتى تحافظ على هذا المستوى مال الصوديوم انه حتى تمنع يصير اكو هايبونيتريميا. زين، هايبر يوريسيميا حكيناها، هايبر يوريسيميا بسبب انه اثنيناتهم يطلعون من نفس المكان، وقال خصوصا انه هي اورجانيك اسيد سكريتوري سيستم، وذا الناس اللي عندهم مثلا فاكتورز ممكن تؤدي الى انه او يعني يعني هم عندهم اصلا هاي ليفل اوف يوريك اسيد، واحتمال يعني اني ويا ما انطيهم هذا الدواء يصير عندهم مثلا جوتي اتاك او شيء. ممكن يسوي همينه فوليوم ديبليشن لانه يعني دي يطلع فلويد من الجسم، فممكن يسبب اورثوستاتيك هايبوتيشن او يسوي لايت هيدنس. هايبركالسيميا حكينا عنه، وقال لي هايبرجلايسيميا يعني ممكن يسبب
دي ام. ليش؟ لانه يتعارض ويا الريليس او انه سوف امبيرد ريليس اوف انسولين والتشو ابتيك اوف جلوكوز، فالجلوكوز يبقى بالبلاد فيسبب الهايبرغلايسيميا. ثايوسايد لايك دايوريتكس، هذول حكينا عنهم احنا لما حكينا الثايوسايد انه ما عندهم الرينج مع الثايوسايد، ما عندهم ستراكشر، بس انه يشابهون الثايوسايد وهم يعني عندهم صافنا مايدي جروب، فا اكو شيرينج يعني بالميكانزم اوف اكشن بال ادفيرس افكتس يشابه ويا الثايوسايد. من هذول كلوروثاليدون، الكلوروثاليدون هذا يستخدموه بعلاج الهايبرتنشن يعني the long duration of action، فيستخدمه مرة واحدة. زين الميتولازون، ميتولازون هذا شنو شيء حلو بيه؟ إنه يعني يسوي لي صوديوم excretion حتى إذا كان أكو advanced renal failure. يعني إحنا قلنا أكو renal failure إذا يعني قلنا إنه إحنا excretion ما صوديوم على أساس الثايز باستعمال الثايزايد يعتمد على التيوبيول، بيتيوبيول فلويد لازم يدخل يلا يطلع، فحتى إذا كان أكو رينال فيلر ممكن يشتغل على عكس الثايزايد. زين آخر واحد قال لي هو ليبيد سوليبل، سو يعني وحيد ظهر ليبيد سوليبل هو عنده لونج ديوريشن أيضا وعنده أنتي هايبرتنسف أكثر من كونه دايريتك إفكت. لوب دايريتكس اللي هي فيوريسيمايد، التوريسيمايد، بيوميتانايد والايثاكرينيك اسيد تعتبر من اقوى انواع الدايوريتكس، تشتغل على الاسيندينج ليمبوف لوب اوف هيلي ويستعملوها بحاله الامرجنسي. هاي المعلومات مهمه لازم نعرف عنها. زين ايش تسوي هي؟ شكو كان شيء يصير بري ابزوربشن ديك المنطقه بالاسيندينج ليمب، راح تسوي له اكسكريشن، راح طلع يعني. زين هسه شلون تشتغل؟ قلنا انه الصوديوم والكي والسي ال هذني الكو ترانسبورتر كانت موجوده بالاسندنج ليمب اوف لوب اوف هيلي، فراح تقلل الريابسوربشن، راح اسوي لهم اكسكريشن. زين هي اقوى نوع نستعمله، وحتى نستخدمه بحاله اذا مثلا كان هذا البيشنت نان ريسبونسيف لاذر نوع من الدايوريتكس، او كان مثلا جي اف ار مالته قليل، الكني ما كانت كلش تعبانه، ممكن استعمل اللوب دايوريتكس خيار كلش يعني اوكي. ليش؟ لأن هي حزيد الرينال بلاد فلو عن طريق بروستاغلاندين سينثيسيس، أدفت باثوي يسوي بي بروستاغلاندين، ومن شغل البروستاغلاندين يزيد الرينال بلاد فلو، يعني كلش أوكي بهالحالات. إذا اضطيت وياها نان ستيرويد أنتي إنفلاماتوري دراجز هنا راح توقف بروستاغلاندين سينثيسيس، وهذا التأثير راح يروح، فبعد ما نقدر استفاد من أدهم بهالحالات. زين شلون أنطيها؟ أنطيها قلنا بحالة emergency وأنطيها intravenously. شنو emergency؟ emergency يعني acute pulmonary edema، acute or chronic peripheral edema، زين heart failure، renal impairment، هذاني emergency. زين وقال هم يستخدمها ويا hypercalcemia، إذا واحد كان عنده treating hypercalcemia يسبب لي secretion للكالسيوم. زين وتريتمنتها ايضا كذلك بالهايبركاليميا، اذا واحد صار عنده توكسيسيتي يعني هايبركالسيميا هايبركاليميا ممكن استعملها. قلنا تنطي اورالي او بارنترالي، والشغل مالتها يستمر يعني من 2 إلى 4 ساعات. الادفيرس افكت شو سبب؟ اول ادفيرس افكت واكثر شيء مشهور هو سبب اوتو توكسيسيتي. ليش؟ لانه هذا ال NA وال K وال CL هذا كوترانسبورتر موجود همينة بالاذن، فإذا سويت له انهبيشن هنا راح يصير انهبيشن هناك همينة، فممكن يسبب الأوتو توكسيسيتي. زين من هذا من الدول أكثر واحد مشهور من يعني من هاي العائلة هو الإيثاكرينيك أسيد، هو أكثر واحد يعني ممكن يسبب، وكذلك ممكن يسبب فيرتايجو همينة، تأثر على فيزيتابلر فانكشن. زين هايبر يوريسيميا ليش؟ لأن تتنافس ويا يوريك أسيد بالإكسكريشن، من هم هذول الفيوريسيمايد والإيثاكرينيك أسيد، فان راح يصير اكو تنشن لليوريا وراح يصير عنده هايبر يوريسيميا، ممكن يصير اكو جوتي اتاكس. زين اكيوت هايبوفوليميا ليش؟ احنا قلنا هي كلش بوتنت كلش قويه وسبب رابيد ريدكشن بالبلاد فوليوم، فممكن يسبب هايبوتنشن شوك.
ممكن يصير كذلك البوتاسيوم ديبليشن. شو هو البوتاسيوم ديبليشن؟ شوفوا على هاي الرسمة اللي أنا مشخبط عليها. المهم normally يعني بدون ما أكل لوب دايتكس، تخيلوا ما أكل لوب دايتكس، normally هنا الفلود الموجود هنا يروح وين؟ يروح للكولكتينج داكت. بالكولكتينج داكت يدخل الصوديوم بالبرنسبل سيلز وبعدين توديه بالهاي البامب دخل الانترستيشيا. زين هنا العلامة مش راح يعني بحقيقة هنا لما يقل الصوديوم راح تكون اكو نيجاتيف تشارج، فحتى يتعادل منو اللي يضحي دائما واللي يطلع البوتاسيوم عن طريق الكي شانلز راح تطلع تروح للكولكتينج داكت وراح يصير بي اكسكريشن. زين اذا اشتغل اللوب دايريتك، اذا اللوب دايريتك اشتغل يعني ما سوى ري ابسوربشن اوف صوديوم، بالعكس زيد الصوديوم بالداكت الواصل للداكت، زاد الصوديوم الواصل للداكت. اوكي لان هو ده يسوي له شلون ده يمنع من انه يسوي ابسوربشن، فده يسوي لي اكسكريشن، راح يزداد الصوديوم الواصل للداكت، بالتالي راح يزداد هنا اكو صوديوم، راح يزداد ري ابسوربشن اوف صوديوم بالبرنسبل سيلز، تزداد النيجاتيف تشارج، يطلع هوايه بوتاسيوم. فهذا السبب انه هو ليش ده يصير اكو بوتاسيوم ديبليشن. فاكيد لازم انطي في السبلمنت، لازم انطي او ممكن استخدم بوتاسيوم سبيرينج دايريتك حتى امنع هذا الايفكت. اخر شيء ممكن سبب هايبوماغنيسيميا اكيد لان يسوي الاكسكريشن، فاحنا ننطي سبلمنت وخصوصا وين؟ خصوصا بالايردالي، يعني ممكن ننطي اورال سبلمنت ونخلص يعني من هاي المشكله.